تحدثنا عن المغامرين سنتعرف سويا على أحد المغامرين الرحالة السعودي عبد الله السلمي. أرحب بك معنا عبد الله. عبد الله عنده رحلة طويلة انطلقت هي بالفعل وسيصل إلى دولة قطر، سيخبرنا بشكل أكبر عن هذه الرحلة وعن الأهداف كذلك التي تريد أن تحققها من خلال هذه الرحلة. عبد الله اهلا وسهلا، امسي عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. انا عبد الله السلمي رحاله، وعندي رحله من مدينه جده الى الدوحه لحضور كاس العالم. الرحله حتاخذ مننا مده شهرين تقريبا، وحنقطع فيها مسافه 1600 كيلو مشيا على الاقدام. الى الان قطعنا 12 يوم وقطعنا تقريبا 400 كيلو الحمد لله. عبد الله، ما الهدف من القدوم سيرا على الأقدام من المملكة العربية السعودية إلى قطر لمتابعة هذا الحدث الاستثنائي في المنطقة؟ طبعا زي ما يقول عندما يجتمع عشقين ينتج هدف جميل. أنا من عشاق الهايكين والمشي، وأحب الرياضة هذه جدا جدا، وأحب الكورة. ولما يكون كأس العالم عندنا في دولة خليجية قريبة منا، بنقدر نمارس هوايتنا اللي نحبها، ونقدر نروح نحضر كأس العالم. فهنا حبيت أنه أشارك بهذه التجربة الاستثنائية. ستصل إلى دولة قطر مع الافتتاح؟ بإذن الله قبل الافتتاح. إذا أنا حاسبها قبل الافتتاح بـ 8 أيام 9 أيام. وستتابع طبعا مباريات هنا في كأس العالم. جميع المباريات إن شاء الله. مباريات المنتخب السعودي أكيد. أول مباريات إن شاء الله أكون داعم لهم. إن شاء الله المونديال هذا أنا متفائل خير بمنتخبنا، لأنه كأس البطولة موجودة عندنا في دولة خليجية، نفس الأجواء اللي إحنا متعودين عليها وقريبة منا. فإن شاء الله المنتخب السعودي السنة هذه كأس العالم هذا حيقدم مستوى استثنائي. سنكون بانتظارك عبد الله السلمي، توصل بالسلامة إلى دولة قطر. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبالتوفيق لك. يعني رحلة طويلة، لكن يعني هذا ما يحبه عبد الله. قلت لك أنا كرة القدم عشق الشعوب، وأيضا إقامة البطولة في دولة مثل قطر قريبة من دول المنطقة بشكل عام، هذه يسهل لهم حتى يعني اللي ممكن تشوفينا جاي بالدراجة الهوائية، بالموتوسيكل، بالمشي، فراح يتواجدون إن شاء الله. ومرحبا ومسهلا فيهم إخواننا السعوديين وإخواننا الخليجيين كل دول العالم. هذه واحدة من يمكن أخوي حب يعبر عن حبه لدولة قطر لبطولة كأس العالم، فاتخذ هذا القرار، وإن شاء الله الله يوفقه ويجي ويوصله لنا سالم إن شاء الله لقطر يا رب. شكرا جزيلا لك عبد العزيز. التغطية طبعا مشاهدينا ما زالت متواصلة.